حيت الا مشى الدين واخا تولي انت هو عندك الثروه جامع ما بين جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وزيد عليهم تا بيل غيتس. كتعرفوا جيف بيزوس هو الفونداتور ديال امازون، دابا ولا عنده فيها، واحد قال لي وما بقاتش ديالو دابا راه ولا غير عنده فيها 30%. تلعبتي 30% ديالو وراه مشي 30% ديالك اشري. جيف بيزوس ملي دار الفونداسيون ديال امازون وطلعت امازون والمبيعات ديالها وصلت للطوب وجاو دو لي دوك الاخرين باش قالوا لي غادي ندخلوا معاك شركه. المهم هذا موضوع ديال ماشي ما كيهمنيش فيه، كيهمني فيه غير باش تفهم شنو هي الثروه ديال جيف بيزوس. جيف بيزوس كان باقي نعقل واحد المره وسولت الطلبه قلت ليه الا لقينا لك خدمه ب 2000 دولار في الشهر، يعني ما يقارب واحد 3 مليون سنتيم مغربيه، قلت ليه 2000 دولار في الشهر مزيانه؟ قال لي مزيانه بالنسبه للبديه مزيانه، كان طموح زعما. قال لي 2000 دولار في الشهر مزيانه. قلت ليه في خبارك بلي جيف بيزوس كان كيدخل 2000 دولار في الثانيه؟ قال لي ارزاق استاذ. قلت لي فعلا راه ارزاق. محل الشاهد عندي شنو؟ انا بغينا نهرسوا شي شويه الجو، حسيت بكم تزيرتوا. محل الشاهد عندي شنو؟ شتي واخا تكون عندك الثروه ديال جيف بيزوس لكن الا متي بلا دين، اش قال السيد ربي عن مثل هؤلاء؟ ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. وكيبدا يتمنى انه ديك الموته كون كانت هي الاخرى، يا ليتها كانت القاضيه. حيت بان ليا شنو كاين، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه. باش نفعل؟ تقول لي باش باش فعل الحين انتم الحياه؟ نقول لكم تقولنا قال لا قال رسول الله، ما عندناش حاجه اخرى حبيبي. الانبياء اللي هما اشرف الخلق قرا القران، الرساله رقم واحد ديالهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كلهم بدون استثناء قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هذا هو اللي كاين. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.